كده تمام؟ ايوه يا فندم، تمام يا دكتور. طيب مساء الخير على حضراتكم جميعا. هو البحث مختلف شويه زي ما كان باشمهندس عمر بيوضح لحضراتكم دلوقتي، لانه ده تعتبر ورقه بحثيه، ما هيش ماجستير او دكتوراه، وكان يعتبر منبثق من رساله الدكتوراه بتاعتي لانها كانت بتتكلم عن المحميات بشكل عام وازاي نقدر ان احنا نعمل تفاعل ما بين المجتمع المحلي وما بين المحمية الطبيعية. دي من أحد أهم أشكال الاستدامة أو التنمية المستدامة. التنمية ما هيش تحقيق للمبنى وتأثير المبنى، هي التنمية من أساسها برضو بناء الإنسان وحماية الإنسان وأفكاره وثقافاته وعاداته وتقاليده وطبعا صحته. النقطة اللي هتكلم فيها مع حضراتكم دلوقتي هي ليها علاقة بإزاي أقدر أعمل احد انماط الاستدامه، وهي الايكونوميك سيستم، الايكونوميك او الاقتصاد المستدام، وده من خلال الاعتماد على تحقيق التوريزم او السياحه المستدامه لمجتمع قائم. وبالتالي انا بكون بفكر بطريقه مختلفه ان ازاي اقدر احقق حمايه مزدوجه، او اقدر اعمل نوع من انواع البروتكشن للانسان. وده بيحصل من ان انا بحافظ على تحقيق حق اقتصادي دي وتحقيق حفاظ لثقافته وهويته. ده واحد. اتنين، ان ازاي اقدر اعمل حماية او استمرارية او تنمية للمحميات الطبيعية من خلال التفاعل وليس من خلال احاطة باسوار وبكذا نكون ان احنا قدرنا نعمل المحمية ولا يتفاعل معها اي شخص. والنقطة التالتة اني بكون بتكلم في الجزء الخاص بي او النمط التالت اللي هو خاص بي الناتشرال او الطبيعه. فانا كده بتكلم في الثلاث نقط. الموضوع بتاعي زي ما كان باشمهندس عمر وضح دلوقتي natural reserve and the culture of the local community as a framework to achieve sustainable tourism in Egypt. ازاي هنقدر نعمل من خلال الاعتماد على الثقافة المجتمع المحلي الخاص بالمحمية، وبالتالي نقدر نحقق في مصر نموذج تطبيقي لتحقيق التنمية المستدامة. هو بس انا بحاول ان انا اقلب السلايد، بس هي دي كل المشكله دلوقتي. وبالتالي كان الاوبجكتيف الاساسي بتاعي ان ازاي اقدر اعمل انفستمنت او اعمل استثمار من خلال اعتمادي على الامباكت او تاثير اللوكال كوميونتي او المجتمع المحلي. انا بتناول مع حضراتكم التفاعل او رؤيه او فيجن مختلفه للمحميات الطبيعيه من خلال التوجه الى ادراك تأثير المجتمع المحلي. احنا ما ينفعش نكون بنتكلم عن تنمية بشكل منفرد عن مكان له طبيعة خاصة او له اثر طبيعي خاص، لا، احنا لازم نتكلم عن المجتمع اللي حواليه، على الانسان اللي موجود. هل ليه دور مباشر في ان انا اقدر اعمل سياحة مستدامة؟ السياحة التقليدية اللي احنا كلنا نعرفها سياحة معتمدة على عناصر جذب ايا كان نوعها، اذا كانت ثقافية اذا كانت ترفيهية، ولكن في نوع مهم جدا من السياحة وهو السياحة المعتمدة على المحميات الطبيعية. ممكن تكون سستينبل، ان انا اقول سستينبل لاي نقطة من نقط العامة، مش لازم اكون بتكلم عن شيء محدد. ما دام قلت كلمة سستينبل او استدامة، اذا انا بتكلم على استمراريتها. فالاستمرارية انا شايفة من وجهة نظري او اللي انا اتكلمت عنه في البحث ده هو التوريزم او السياحة، لان انا هكون بشتغل على الثلاث نقط زي ما قلت لحضراتكم، الهيومن او الانسان، هتكلم عن الايكونوميك الاقتصاد، وهتكلم في الناتشرال اللي هي الريزرفد اريا. كمان من الاوبجكتيف للبيبر ديت ان ازاي اقدر اعمل بروفايد لي فريم ورك او اطار محقق للاستدامه السياحه المستدامه، وانا بعمل انفولف او انا بدخل او انا بهتم او انا بشارك دور الكالتشر او الثقافه، وبالتالي حاضر احافظ على اللوكال كوميونتي ايدنتيتي او هويه المجتمع المحلي اللي موجود، الى جانب احترامي او اهتمامي او حمايتي للناتشرال انفايرمنت اللي موجوده. الميثودولوجي اللي انا اتبعتها في البيبر دي كانت ان انا اعمل ديفاينينج او اعمل تعريف لمجموعه من العناصر الاساسيه، مجموعه من المفاهيم الاساسيه زي مفهوم السياحه، مفهوم الكونزرفت اريا او الاماكن المحميه، مفهوم المجتمع المحلي، عشان اقدر اقول انا هعمل اكشن بلان او هعمل خطه عمل او هعمل استدامه او هعمل تنميه. لازم اكون عارفه البيزكس اللي اقدر اشتغل عليها، اللي اقدر اقول ده ايه علاقته بيا انا كمعماري، انا كمعماري اقدر اشتغل ازاي واقدر اعمل الدمج ده بحيث يكون من السهل بالنسبه لي
بالتالي اني اقدر اعمل هذه الاستدامه او هذه التنميه ويكون بشكل مباشر في اطار تحقيق السياحه. الى جانب ان كان في من ضمن مصدرش اني عملت اناليسيس او تحليل لكيس ستاديز لمشاريع قدرت انها تحقق الاستثمار. وحضراتكم هتشوفوا دلوقتي ان ده استثمار تم على اعتماده على عناصر معماريه وعمرانيه، فقدر ان هو يقول انا هقدر اعمل جذب لسائح يجي للمحميه الطبيعيه وانا معتمد على مجموعه من الفيتشرز او مجموعه من العناصر اللي تقول لي ازاي تقدر تيجي او ازاي اقدر اعمل لك جذب للمكان المحمي ده وتزوره وانت مستمتع. فبالتالي الدور المعماري والعمراني حضراتكم هتشوفوا دلوقتي قد ايه فرق جدا في التفاعل الايجابي بالنسبه للمحميه. النمط او المودلز اللي اشتغلت عليها كانت دونا ريزرفت اريا، ودي محميه طبيعيه موجوده، محميه دونا موجوده في الاردن، وسانت كاترين دي محميه موجوده في مصر، ودول افضل نموذجين قدروا يحققوا التفاعل ما بين المجتمع وما بين المحميه، وبالتالي قدروا يحققوا السياحه المستدامه. وصوره في النهايه الاكشن بلان اقدر ان انا استخدمه محليا او استخدمه داخل مصر. المين كونسبت اللي كانت اشتغلت عليها يعني ايه ريزرفت اريا؟ خلينا اوضح لحضراتكم النقطه ديت. محميه طبيعيه يعني ايه؟ يعني اماكن بيكون ليها عناصر طبيعيه مميزه. طبيعيه مش شرط انها تكون مسطح مائي، لا ممكن تكون زي ما حضراتكم شايفين في الصور، ممكن تكون مسطح مائي، ممكن تكون جبال، ممكن تكون هضاب، ممكن تكون اوديه او وديان. فبالتالي الجيولوجيا او الطبوغرافيا بتاعه المكان مختلف، وبالتالي الكائنات الحيه اللي موجوده مختلفه، فشكل المحميه بتاخد نمط او مسمى معتمد على ارثها الطبيعي او الطبيعه الموجوده دون تدخل اي انسان. ربنا خلقها بهذا الشكل عشان اعمل لها استدامه، اعمل ناتشرال سستينبل ناتشرال، او اعمل اعتماد على استدامه الاطار الطبيعي. اذا انا احمي هذا الوضع واحميه بشكل لا يضره ويقدر يبقى فيه عندي تتابع مستمر لي لاجيال قادمه كثيره. اللوكال كوميونتي او المجتمع المحلي هنشوف دلوقتي مع حضراتكم ان هو مجموعه من الاشخاص، هنلاقي ان السايت بتاعهم او موقعهم بالنسبه للمحميه بيختلف، ولكن هم مجموعه من الافراد بيتفاعلوا يا اما بشكل يومي يا اما بشكل موسمي يا اما بشكل ايجابي او بشكل سلبي. دي مجموعه من الافراد نقدر نقول ان هم موجودين، لهم ثقافه خاصه بيهم، لهم هويه خاصه بيهم، لا يمثلوا الحضر، لا يمثلوا المدن، ممكن يكونوا مجموعه من البدو، ممكن يكونوا مجموعه من القبائل، ايا كان مكانهم موجود فين، ولكن هو اساسه ان هم موجودين في هذا المكان وهو مدرك انها محميه، فبالتالي بيتفاعل معها بشكل ايجابي، او غير مدرك انها محميه وبالتالي بيكون تفاعله تفاعل سلبي. ده اللي اقدر اقول عليه ان هو مجتمع محلي قائم موجود بالفعل في هذا المكان من قبل ان يتم تدشين ان دي محميه واعلانها محميه، او من بعد اعلان هذا. كالتشر هيرتشارت او الجزء الخاص بالثقافة والإرث الثقافي، ده معناه إن المجموعة دي ليهم مجموعة من الأفكار ومجموعة من العقائد ومجموعة من المعتقدات المفروض إن هم بيعيشوا بيها، إذا كانوا بدو، إذا كانوا قبائل غير متعلمة، لها بعد فلسفي وبهم خصوصية خاصة ولهم دين ولهم عقائد، فبالتالي هم لهم تدرج ثقافي مختلف عن كل الافراد المتواجدين. سستينبل توريزم او السياحه المستدامه هي نمط هام جدا بنتكلم فيه بقالنا تقريبا 5 أو 6 سنوات، بنقول ان ده استدامه اقتصاديه، استدامه بيئيه، استدامه اجتماعيه، يعني قدر يحقق الثلاث نقط، ما عملتش اي تاثير سلبي على اي عنصر من الثلاثه قدرت ان انا اقول ان هم مستمرين ومتفاعلين، ولكن بشروط، وده اللي هنشوفه دلوقتي. انا هكتشف ان دلوقتي امكانيه ان التفاعل مع المحميه الطبيعيه مقبول وبيتم عالميا وبيتم اقليميا، لان الاشخاص اللي بيتعاملوا مع المحميه وبيجوا لهم كسائحين هو مدرك قيمه هذا المكان ومدرك انه بيتعلم شيء جديد او بيشوف شيء جديد هو ما شافوش قبل كده. لكن اني الاقي المجتمع المحلي نفسه، المكان، الناس اللي عايشين في المكان ده وقائمين فيه وعايشين فيه لسنوات طويله جدا وتبادلوا تطوروا كاجيال واجيال واجيال، هل ليهم دور ان هم يقيموا معتقداتهم وثقافتهم ويحترموا هذا داخل المحميه، ولا بيتم استبعادهم تماما، بعمل اجنور تماما لهذه المجموعات او هذه او هؤلاء القبائل او هؤلاء الافراد، ولا بيتم العكس؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع حضراتكم في النماذج اللي بنتكلم عليها. طبعا مع اختلاف الجيولوجيا الخاصة بالموقع بيبقى في نوع من اختلاف الافراد، وبالتالي ممكن الاقي ان المجتمع ده بيعيش على المحمية وعم يعيش عليها اذا كانت ساحلية او اذا كانت زراعية او اذا كان للرعي،
كل مجتمع بسيط موجود بيتعايش معاها وبيتفاعل معاها بحيث انه يقدر يتعايش بشكل سليم. السايت اللي بقوله لحضراتكم هو لما اقول ان انا عندي ريسيرفد اريا زي ما حضراتكم شايفين اللي هي النقطه رقم 2 ده المحمية، أنا بمثلها بالزون ده، الزون الأخضر دي المحمية، بلاقي إن المجتمع بالنسبة لها هو واحد أو ثلاثة أو أربعة، هو ثلاث أنواع، يا إما بيقول كوميونيتي إنسايد بيكون عايش داخل المحمية والمحمية محيطة بيه من كل الجوانب، إذا دي البيئة الخاصة بتاعته، البيئة اللي هو عايش فيها، ده نمط. النمط الثاني إن بيكون بافر كوميونيتي، يعني بيكون محيط بالمحمية زي ما حضراتكم شايفين رقم ثلاثة، محيط بالمحمية، ممكن يكون بيتفاعل معاها بشكل إيجابي أو سلبي، ممكن يكون معتمد عليها لمعيشته وممكن لا. والنمط الاخير اللي هو الفروي، هو موجود بس بعيد تماما عن المحمية. لو بتكلم عن تقسيمه المساحي هو موجود بالفعل، ولكنه هو نمط قائم جدا، ما اقدرش ان انا اعمل اجنور ليه واقول لا مش مهم اتكلم عن المجموعه دي او مش مهم اتكلم عن الكوميونتي دي، لا هو كوميونتي ليه تاثير مباشر على المحميه. لكن اللي هنشوفه دلوقتي ان مع هذا التغير في السايت او في الزون بتاع المجتمع بيتغير مدى التأثير وبيتغير مدى التفاعل، وبالتالي أنا لما أقول أنا عايز أعمل استدامة سياحية يبقى لازم أكون عارفة الأشخاص أو القبائل أو الكوميونتي أو لوكال كوميونتي أو المجتمع المحلي ده قائم فين، مكانه فين، تفاعله نمطه إيه. كمان عشان ابقى عارفه الكوميونتي اللي موجود في الريسيرفت احنا قلنا لازم اعرف السايت فيتشرز، لما اكون عارفه احنا بنشوف دلوقتي الفيتشرز اللي تخليني احدد او على اساسها اقدر اعرف السايت فيتشرز، الخصائص بتاعه الموقع اللي انا موجوده فيه، السايز مساحته، الامباكت التاثير، هل تاثيرهم ايجابي ولا تاثيرهم سلبي، عشان اقدر اقوم او اقدر اعمل سوات اناليسيس لهذه المحميه واقدر اقول والله انا شايفه ان الافراد دول او القبائل دول او المجتمع ده تاثيرهم ايجابي او سلبي، واقدر اعدل من ده او اقلله او احسنه او امنعه. البنفيتس ايه، نمط الاستفاده ما بينهم هما الاثنين، هل بيستفيدوا منها ولا ما فيش ادنى تفاعل، هما قائمين على انشطه بعيده تماما كل البعد عن المحميه، فاقدر اقول ان هما مش هيكونوا انفولفد، مش هيكونوا متفاعلين ومستفيدين منها. من النقط المهمه اللي هتشوف حضراتكم دلوقتي او هنتناولها دلوقتي جوه البيبر ان البنفيت نفسها او المنفعه اللي موجوده المتبادله ما بين الكوميونتي والبروتكتد او ريسيرفد اريا، وخلينا اقول ان الاختلاف ما بين البروتكتد او ريسيرفد او بيربس بيختلف على المسطح وبيختلف على المساحة الخاصة بهذا المكان اللي له طبيعة خاصة تتطلب حمايته. المانجرز للسيرفد اريا، المديرين للمحمية حضراتكم مختلفين، ممكن يكونوا من الحكومات، ممكن يكونوا من الـ NGOs، ممكن يكونوا من المجتمعات المحلية نفسها. طب هل ده هيفرق؟ هل هيفرق ان اكون فاهمة او عندي معرفة؟ احنا دلوقتي في انهي نقطة؟ احنا دلوقتي في نقطة مهمة قوي ان احنا عايزين نعرف الفيتشرز بتاعتي ايه عشان اقدر على اساسها احرك الخطوة القادمة واقول انا هقدر يكون دوري كمعماري في هذه القصة ايه، عشان اقول انا هعمل تنمية مستدامة في المكان ده، اعرف اذا كنت هقدر اطور، هقدر امنع، هقدر الغي، هعمل حاجات جديدة مش موجودة في المكان، لا هستثمر هذا المكان بكل خصائصه المفيدة بالنسبة لي. لوكال كوميونيتي عايز اعرف نوعه ايه، الافراد الموجودين دول نوعهم ايه، مستواهم الاقتصادي، مستواهم الاجتماعي، هل ليهم اي تاثير سياسي على هذا المكان ولا لا. فنوع اللوكال كوميونتي بالنسبه لي مهم عشان اقدر اكون متفاهمه هو هيكون تاثيره في هذا المكان ازاي. الان جي اوز دول من الافراد، دول نقدر عليهم ان هم من الجمعيات او المجتمع المحلي من الجمعيات التي ليس لها اي اهتمام بالربح المادي، بل بالعكس بيكون اهتمامهم معنوي، بيكونوا لهم مجموعه من المشكلات اللي بيهتموا بحلولها، بيهتموا بتنفيذها. ده موجود على مستوى العالمي، موجود دلوقتي مؤخرا في مصر بقى لنا تقريبا 4 أو 5 سنين في عندي ان جي اوز مهتمين بانشطه كثيره جدا محليه بالغرض منها تحسين وتقليل المشاكل اللي هم بيشوفوها. الليدر لازم يكون عندي معرفه المكان ده له تأثير سياسي وله تأثير حكومي ولا لا، هو بيخضع لمين، من الشخص المسؤول عن إدارته، من الشخص المسؤول على العائد الاقتصادي، من الشخص المسؤول عن كيفية الصيانة، كيفية الحماية، كيفية عمل. طبعا أنا عندي إرث طبيعي فعندي كائنات فأنا محتاجة أكون متابعة، ده ما مش مش ما مش بكون بعمله، لازم بعمله متابعة، لازم بعمله كشف مستمر، لازم بعمله نمط مختلف من الحماية داخل المحمية أو خارجها وعودة هذه الفصائل مرة أخرى. فبالتالي
انا عشان اعرف الانتر اكشن او اعرف الاتصال او اعرف التفاعل ما بينهم احنا لازم نكون وصلنا لنقطتين، الليفنج نيدز الاحتياجات المعيشيه والكالتشر هيريتج التدرج الثقافي او الارث الثقافي اللي موجود. ليه لازم اعرف ده؟ عشان اقول اني انا قدرت احافظ على هذا المجتمع المحلي لازم اكون محققه كل احتياجاته، ما ينفعش ان انا اقصي في بعض النقاط واهتم بنقاط اخرى. لا، انا بقول هعمل سستينبل سستينبل سوشيال انفايرمنت، هعمل بيئه اجتماعيه مستدامه. اذا لازم اكون عارفه المجتمع ده محتاج مني ايه عشان اكون بعمل ساينتفك ستيبس، بعمل خطوات علميه سليمه واضمن ان الخطوات العلميه دي تفضل مستمره وناجحه ولا تنتهي بالوقت الزمني اللي انا بشتغل عليه. طيب، نقطه مهمه قوي ان انا اكون عارف طبيعه اللي موجود فيها الافراد ايه. من النقطة اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي هي النقطة الخاصة باللوكال بيلدينجز. انا معماري، انا عايز اعرف انا ايه علاقة المباني اللي موجودة او المباني المحلية اللي موجودة، شكلها ايه، الماتيريال بتاعها، هل ليها نسبة كبيرة؟ طبعا لو احنا بنتكلم ده الحتة دي انا درستها بشكل تفصيلي جدا زي المختصين بالعلوم والمختصين بالجيولوجيا، كان لازم ادرس المحمية الطبيعية هي نوعها ايه واقدر اقول البافر زونز بتاعتها ايه عشان اكون قادرة على عمل قرار تصميمي يقول انا هبني فين وهبني ازاي، اذا كانت باسز مسارات للحركه، اذا كانت اماكن خدمات. ولازم اكون عارفه المكان اللي انا موجود فيه ده الاكسسبيليتي ليه ايه عشان اكون عارفه ايه هي البيلدينجز او المباني اللي اقدر انشئها في هذا المكان. انا ما اقدرش ابني 100% في المحميه، ده غلط جدا 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 ومش مقبول ولن يتم الموافقه عليه من مدير المحميه او من المختصين بالتواجد او التعامل مع المحميات. خلينا نقول ان المحميات نتيجه لاهميتها عالميا بتكون تابعة لليو ان، لانها بتكون بيتم متابعتها، بيتم تقييمها بشكل دوري، لا تترك للحكومات الخاصة بالدول ايا كانت الدولة دي افريقية او عربية او اوروبية، لا بيكون في اهتمام شديد جدا بكيفية التفاعل والتعامل مع هذه المحميات. ففكرة ان انا اعرف لوكال بيلدينج او اعرف المباني المحلية اللي موجودة عشان يكون ليا قرار تصميمي انا هشتغل ازاي بانهي ماتيريال بحيث اكون شبه البيئة الطبيعية اللي انا موجود فيها. النقطة كمان المهمة نكون عارفه اللايف ستايل اكتيفيتيز، اعرف الانشطه الحياتيه للناس دي ايه، يعني الناس دي هتقدر تستفيد من السياحه اللي انا هعملها، الناس دي ممكن اعتمد على الكرافتس او الاعمال اليدويه الخاصه بيهم، الناس دي ممكن اعتمد على اللوكال فود او الاطعمه المحليه الخاصه بيهم، اقدر ازاي اخليهم يشتغلوا في المكان ده ولا لا، معتمدين على زراعه هذا المكان ولا معتمدين على الصيد في هذا المكان. طبعا زي ما قلت لحضراتكم شويه متوقف على نوع الريسيرفد اريا ايه، فبالتالي اقدر اقول هم عايشين ازاي في هذا المكان. واخر جزء اللي هو الايكونوميك انبوت، العائد الاقتصادي اللي انا هقدر احققه، بمعنى لو انا عندي المحميه دي فيها مسطح مائي فيها بحر، فاعرف ان انا ممكن اعمل انشطه سياحيه زي الغطس، ممكن اعمل مسابقات بحريه، لو انا المكان بالنسبه لي يعتبر وديان اذا انا عارفه ان هيكون في عندي اماكن بينكينج، الناس ممكن تبقى موجوده وتعمل تواجد في المكان ده تقعد مستمتعه بالطبيعه، لو المكان ده عندي صحراوي او جبال فاعرف ان انا هقدر اعمل كامبينج، اعمل تسلق للجبال. فانا لازم اكون عارفه هحقق ازاي عائد اقتصادي تبعا لنوع المحميه ده، مش هقدر احط اكتيفيتيز لا تناسب النوع المحميه ولا تناسب طبيعه الافراد الموجودين او محوطين بيها. اذا عشان اقدر اعمل سستينبل توريزم كان لازم ابص على نماذج موجوده، والنموذج اللي انا هتكلم عنه هما اتنين زي ما قلت من شويه، هو دانا بايسفور ريزيرف، ودي محميه دانا اللي موجوده في الاردن، ومحميه سانت كاترين. هما من اكتر النماذج الرائعه والسليمه جدا في تحقيق التلات عناصر الخاصه بالاستدامه، وبالتالي نجحوا في تحقيق التنميه المستدامه وهم معتمدين على اللوكال كوميونتي الخاص بالريزيرفد اريا اللي موجوده. اشتغلوا كويس ليه او نجحوا ليه او يعتبروا نماذج ناجحه ليه؟ لان هم ركزوا جدا على معرفه السوشيال فيتشرز، الايكونوميك فيتشرز، والناتشرال فيتشرز، اشتغلوا على التلات عناصر دول عشان يقدروا يقولوا هنقدر نحقق تنميه سليمه واستدامه لسياحه هذا المكان دون ان نضر اي عنصر من الثلاثه. لو بصينا لمحميه دانا، لو بنتكلم عن الناتشرال انفايرمنت او الطبيعه ليها، هي تعتبر ريزيرف بايوسفير، يعني هي تعتبر بيولوجي محيط حيوي، موجوده في جنوب الاردن، مساحتها 3200 كيلومتر مربع، منقسمه الى اربع اقاليم جغرافيه، وبتحتوي على مجموعه من الجبال تصل ارتفاعها الى 1500 متر، بتشتمل على 833 نوع من الفلورا و215 نوع من الهيستوريكال سايتس. يعني هي مش بس محميه طبيعيه، لا ده فيها كمان اثر تاريخي موجود
داخل هذه المحمية. إذا المحمية هنا فيها تميز كبير جدا جدا، أقدر أو قدروا إن هم يعتمدوا عليها في تحقيق الاستدامة أو تحقيق السياحة المستدامة. طبعا لازم تكون عارف نمط المحمية وكائناتها الفيونا والفلورا الموجودين، حتى لا تضع مجموعة من الأكشنز بلانز لا يمكن تحقيقها أو لا تناسب طبيعة المحمية الطبيعية اللي أنت بتتكلم عنها. زي ما حضراتكم شايفين في الصور، دي الطبيعة بتاعت المحمية الأردن أو محمية ضنا اللي موجودة في الأردن. زي ما حضراتكم شايفين هي تعتبر داخل مجموعة من الوديان ومجموعة من الهضاب الصحراوية. السوشيال انفايرمنت أو البيئة الاجتماعية في هذا المكان، هي فيها 40 قبيلة قائمة وعايشة داخلها وحواليها، تصل إلى 15,000 شخص، بيعتمدوا على الناتشرال ريسورسز، بيعتمدوا على الموارد الطبيعية زي الأجريكلتشر لاندز، زي الأراضي الزراعية. يعني هم بيعتمدوا على الأرض الزراعية بتاعة المحمية للاعتماد على الفواكه والخضروات اللي موجودة. يبقى أنا عندي هنا نقطة مهمة جدا هم أخدوا بالهم منهم، إن دي نقطة هامة جدا ليهم كعائد اقتصادي، مش فقط سياحة، مش فقط إن أنا بعتمد على إن الناس تيجي تزور المكان ويبقى فيه أكتيفيتيز، لا هم كمان بيعتمدوا عليها لمعيشتهم الاعتماد على الأراضي الزراعية. كمان في كرافتس، في هاند كرافتس، في أعمال يدوية خاصة بهذا المكان بالقبائل دي، فدي تعتبر من أهم العادات والتقاليد الخاصة بيهم اللي هم بيتميزوا بيها وبيميزوا هذه المحمية. الايكونوميك انفايرمنت او البيئة الاقتصادية، انا عندي تقريبا او اللي عرفته او اللي درسته او اللي قدرت ان انا احلله، ان عندي 85 شخص بيشتغل تورست جايد داخل المحمية. انا ما جبتش ناس من خارج المحمية يشتغلوا تورست جايد، لا انا جبت ناس من اللوكال كوميونتي يبقوا عايشين ويقدروا يوجهوا الناس كتورست جايد. انا عندي هاند كرافتس بروجكت، عندي مشاريع هاند كرافت للسيدات، عندي عناصر خاصه بالجلد، كرافتس خاصه بالجلد، صناعه الشموع، صناعه المجوهرات، بجانب الاكتيفيتيز اللي انا بعتمد فيها ان انا ابرز للسائحين اللوكال لايف، الحياه الاجتماعيه المحليه للافراد، وده شيء بيبقى مميز جدا للمكان ان انت بتيجي تعيش اكتر من 3-4 ايام في هذا المكان كانك شخص عايش في هذه الطبيعه بكل مشتملاتها. طبعا الى جانب ان انا اقدر اعتمد على عمل الخيام او عمل تاندنج. وكمان من الحاجات الرائعه فعلا في محميه ضنا هي شكل المباني، مباني تراديشنال، مباني تقليديه، زي ما حضراتكم شايفين الخيام اللي هم بيستخدموها، شكل الايكولوج او الفناء الفندق البيئي اللي موجود شبه المكان، من الماتيريال، من الاحجار، من نفس الماتيريال المحليه اللي موجوده. هو ما بيجيبش حاجه من بره، ما يقدرش يستخدم خرسانات، هو قدر يستخدم مواد بناء وتشكيلات مشابهه للمكان اللي هو هيشتغل فيه بنسب محدده. عندي اماكن خاصه للفيزيتورز للزائرين، عندي اماكن للاقامه، وعندي اماكن للاداريين. انا عندي ناس بتقدر تعيش في هذا المكان، مش بيجي اول نهار وبيروح، لا ده بيقعد في اقامه. فبالتالي انت نجحت ان انت تحقق في هذه المحميه حمايه لهويه الافراد، حمايه لافكارهم المعماريه كمان، وحمايه للطبيعه اللي هم متعايشين فيها. لو بصينا للمحميه المحليه اللي اتكلمت عنها بتعتبر من النماذج الناجحه، هي محميه سانت كاترين. الناتشرال انفايرمنت او البيئه الطبيعيه بتاعتها تعتبر محميه لها ارث عالمي، محميه ارث عالمي، لانها فيها اكتر من نمط، وهنشوف دلوقتي فيها اكتر من نمط على اساسها. طبعا التقسيم ده بيرجع لليو ان نفسها، بتعمل التقسيم او بتعمل التوضيح او بتعمل ادراك الانواع تبعا لمجتملات ومحتويات هذه المحميه. موجوده في جنوب سيناء، بتشتمل على مجموعه من الوديان زي وادي فرندا من اشهر الوديان الموجوده، الوديان اللي موجوده عندي الجبال ضخمه جدا تصل ارتفاعها 1500 متر، عندي اكتر من هيستوريكال سايت، عندي اكتر من مكان تاريخي داخل ارض المحميه، الى جانب ان عندي اكتر من 400 نبات موجود ومسجل عالميا، نباتات نادره داخل المحميه، محميه سانت كاترين. الكائنات الحيه اللي موجوده موجوده فقط في هذه الاماكن وبنسب كبيره جدا، وزي ما قلت لحضراتكم هي ليها ارث تاريخي. المكان ده تاريخيا عدى عليه سيدنا المسيح في رحلته الى مصر. المكان ده قريب من الاماكن اللي عدى عليها الكثير من الاولياء والكثير من الانبياء، فله كمان ارث تاريخي ديني. فاذا المكان ده مش فقط له هويه بيئية، ولكن لو أصلا هوية تاريخية. لو هنتكلم عن السوشيال انفايرمنت أو البيئة الاجتماعية، أنا عندي تقريبا 8,000 شخص موجودين
عايشين داخل هذه المحمية، وهم اللي بيعملوا لاندنج، هم اللي بيعملوا زراعة لهذه الأعشاب الطبية اللي نادرة جدا جدا زي ما قلت لحضراتكم، وبالتالي هم عايشين ومتواجدين ومستفيدين منها بشكل مباشر جدا داخل المحمية، إذا كان للرعي، إذا كان للأعمال اليدوية، إذا كان للسياحة، وكمان من الإدارة. هم الإدارة الوحيدة للمحمية الطبيعية داخل مصر المعتمدة على المجتمع المحلي هي محمية سانت كاترين. بقى المحميات بتكون من خلال أفراد أو من خلال الحكومة المصرية نفسها، لكن محمية سانت كاترين هي المحمية الوحيدة اللي قائم فيها بنسبة 90% من الهيكل الإداري من المجتمع المحلي نفسه. الإيكونوميك زي ما وضحت لحضراتكم هي الارتفرافس، الأعمال اليدوية اللي موجودة، ودي برضو بتكون موجهة للسيدات. السياحة اللي هم بيشتغلوا فيها كتورس جايد للزوار الموجودين، كمان بالاعتماد على عمل أنشطة يومية، أنشطة حياتية للأفراد الموجودين هناك. الخدمات اللي بيحققوها للزوار، اتعمل هناك أشهر إيكولوج موجود في مصر وهو الكرم من مواد طبيعية ومحلية، هم اللي قدروا يبنوها، هم اللي قدروا ينفذوها، دي تعتبر تراديشنال، تعتبر محلية وقائمة على الأفراد دون أي تقنية ودون أي تكنولوجيا، هي من نفس المواد الموجودة في المحمية وشبه الجبال الموجودة. حتى هناك من ضمن النقط اللي كانت مش مشكلة، بلغنا من النقط اللي كانت صعب تحقيقها وتم تحقيقها، هي الخدمات الخاصة بالأفراد، دورات المياه ابتدوا يحددوا لها أماكن يتواجدوا فيها، لأن أنا ما أقدرش أني أنا أعمل عنصر يؤثر على طبيعة المحمية دي، فكان لازم يتم اختيار الأماكن اللي أقدر أعمل فيها أبنية محلية داخل المحمية الطبيعية. بالنسبة للإنتراكشن هيكون عبارة عن عدة عناصر، ودي اللي احنا موضحها لحضراتكم. الانتراكشن تولز اللي كانت موجودة، الاعتماد على الكالتشر، الاعتماد على اللي يكون في عندي سستينبل انكم، عندي مدخل، عندي دخل مستمر، اهتمامي بالبيئة الاجتماعية واهتمامي بالبيئة الطبيعية هو ده اللي لازم اغذي بيه او اعتمد عليه عشان اقدر احقق استدامة للسياحة او تحقيق المبدأ السياحة. لو قلنا سياحة تقليدية مش هقدر أقول إن السياحة الموجودة داخل المحمية هي سياحة تقليدية، لأ، هي سياحة مستدامة لأنها اعتمد على تحقيق التنمية في الثلاث عناصر، وده بشكل عالمي وبشكل محفوظ. عناصر التنمية هي الإنسان أو المجتمع، الاقتصاد، والبيئة الطبيعية. وصلت للمين تولز اللي أنا ممكن أشتغل عليها وقدرت أطلع منها بهذه المقارنة. إزاي في هناك مشاريع موجودة، وزي ما وضح حضرتك المقارنة بين دانا وبين سانت كاترين، الاثنين متشابهين في وجود مجتمع محلي، الاثنين متشابهين في وجود أنشطة سياحية، الاثنين متشابهين في اعتماد المجتمع على هذه المحمية، وده السبب في اختياري لهذين المجتمعين أو هذين المحميتين. مدام بعتمد على ثقافة المجتمع المحلي لازم اختار محمية قدرت انها تعتمد على ثقافة المجتمع المحلي. مش هتكلم عن محمية بعيدة عن الناس ملهاش علاقة بالأفراد، لا يستفيد منها الأفراد، منعزلة على أطراف الدولة وأقول دي محمية أنا عايز أتكلم عنها، لا، أنا أساس اعتمادي هو الكالتشر، ثقافة المجتمع. إذا لازم أدرس محمية نجحت في هذا التفاعل زي ما حضراتكم شايفين. المينتورز برضو كانت ان هم عملوا حماية او كونسرف للناتشرال ريسورس. بالنسبة للإيكونوميك هم وفروا وظائف دايمة للأفراد المتواجدين، وفروا مساكن، وفروا أماكن للغذاء، إمكانية عناصر الغذاء، وفروا وجود حياة للأفراد، اهتمام بحياة الأفراد وليس فقط الاهتمام بالظروف البيئية لهذه المحمية، إلى جانب تحقيق historical buildings أو مباني تقليدية تاريخية والاعتماد على عادات وتقاليد هذا المجتمع. وبالتالي عشان أقدر أعمل improvement، أعمل تحسين، هشتغل على حاجتين. أول حاجة يبقى في عندي understanding، عندي فهم للpotential للreserved area، أعرف خصائص المحمية بيئيا واجتماعيا واقتصاديا. وخلينا أقول إن من أحدث الأبحاث اللي بتتناول تنمية المجتمع إن يقولوا إحنا بدل ما نقول هما 3 circle إحنا نقول هما 4 circle، طبيعة environment وeconomic وculture وsocial، مش هنقول إن هي environment وeconomic وsocial. ليه؟ لأن الكالتشر عنصر مهم جدا جدا جدا، لازم يكون ليه تركيز واهتمام وخصائص كبيرة على أساس نقول دي 4 circle لتحقيق sustainable development.
ايه كمان انا شفت ان هو ممكن يكون عنصر من عناصر الامبروفمنت او تحسين اناليزنج للاكتيفز، ان انا عملت تحليل للانشطه عشان اعرف انا هعتمد على انشطه ايه. لازم اكون عارفه المكان الناتشرال والبيبل هيساعدوني في ايه، مش بكون بحط كوبي بيست الاكتيفيتيز، ما بحطش الانشطه كده وخلاص، لا لازم اكون ضامنه ان النشاط ده ناجح، النشاط ده قائم ومستمر، لان انا بتكلم في سستينابيلتي. لو عملت في الاخر ديسكريبشن للسيرفت اريا لازم هيكون في عندي رقم واحد، رقم واحد ان اكون عارفه نوع هذه المحميه هي ايه، الانواع اللي موجوده عندي، اذا كانت ناتشرال بارك، اذا كانت ناتشرال مونمنت مونترس، اذا كانت هابتت، اذا كانت سبايس مانجمنت، كل ده انا لازم اكون فاهماه. البيولوجيكال فرايتي، التوبوغرافي اليمنتس، والكلايمت اللي انا موجوده فيه، الاريا اللي انا موجوده فيها، عشان انا كدوري كمعماري لما اقول هعمل عناصر معماريه وعمرانيه في هذا المكان لازم اكون زي ما قلت من شويه ايه هي الفيتشرز الطبيعيه اللي انا اشتغل عليها، عشان ما يكونش دوري المعماري كمان يؤدي الى تاثير سلبي على هذه المحميه. بالنسبه لللوكال كوميونتي، احنا كده اتكلمنا عن الديسكربشن اوف ريزيرف تقريبا رقم واحد، رقم اثنين الناتشرال فيتشرز اللي موجوده، رقم ثلاثه اللوكال كوميونتي، هتبص على ايه، هتركز على ايه، هتشتغل على ايه، هتشتغل على الكايند اوف بيبل، ممكن يكونوا بيدي، ممكن يكونوا باب رورال، ممكن يكونوا ناس تقليديين بيتعاملوا معاها بشكل قانوني، ممكن يكونوا سيتس المواطنين عاديين جدا ولهم افكارهم ولهم حادثتهم المدنيه او تحضرهم. الفيتشرز لللوكال كوميونتي، التراديشنز، البيلدينج، الكالتشر، ثقافتهم، عاداتهم وتقاليدهم، مبانيهم، الايكونوميك اكتيفيتيز، اذا كانت زراعه، اذا كانت سياحه، اذا كانت صيد، اللوكيشن، موجودين فين، انسايد ولا بافر ولا فاراوي. يبقى حضرتك لما تيجي تتكلم معايا على نقطه ازاي هنقدر نحقق تنميه مستدامه لهذه المحميه وانا معتمده على المجتمع المحلي، لازم حضرتك تشوف النقط دي للمجتمع المحلي اللي قائم، عشان تقدر تعمل اوفرنج سوليوشن، تقدر توفر حلول، وفي نفس الوقت عملت ريسبكتنج واحترام للبيبل او الافراد اللي متواجدين. في الاخر الكونكلوجن اللي انا قدرت احددها او اوضحها، ان المان كلتشر او ثقافه الافراد لازم يتم حمايتها، لازم يتم حفاظها، زي ما بعمل بروتكشن للناتشرال انفايرمنت لازم اعمل بروتكشن للمان كلتشر او لثقافه الافراد. المان رول في تاثير، في دور للافراد لثقافتهم، ان هم كمان ثقافتهم ومعرفتهم دي هتساعدني في حمايه او في تدمير المحميه الطبيعيه. انت مش فقط بتفكر في ثقافتهم هم وتعاملهم، لا، انت كمان بتقدر تقول ان دول هم اكثر المستفيدين. هو نجاح هذه العلاقه هي ايه؟ هي المنفعه المتبادله ما بين المحميه وبين الافراد او اللوكال كوميونتي الموجود. طول ما هو عنده مصدر رزقه المباشر هو هذه المحميه، اذا هيحافظ عليها مش هيدمرها. طب الدستروي هيحصل منين؟ التدمير هيحصل منين؟ هيحصل من الافراد اللي بيتواجدوا داخل هذا المكان اللي هم الزوار. طب مين اللي هيقدر انه ياثر عليهم؟ مين هيقدر يعمل كنترول للقصه دي؟ الكوميونتي اللي موجود داخل هذه المحميه. انا مش بتكلم عن موظف يجي يقوم بدوره داخل المحميه، انا بقول ان انا هخلي المجتمع المحلي نفسه المهتم والاساس بالنسبه له حمايه هذا المكان هو اللي بيعمل، هو اللي بيقدر يعمل كنترول، هو اللي بيقدر يعمل مانجمنت، هو اللي بيقدر يعمل اويرنس، توعيه للافراد المتواجدين. الابيليتي للايكونوميك فريم، لازم يكون عندي قدره على تحقيق بعد اقتصادي. ليه؟ لان البعد الاقتصادي هو اللي هيحقق لي الحمايه المجتمعيه وهيحقق لي كمان الحمايه الطبيعيه. هو فعليا ممكن الاشخاص اللي بيتعاملوا مع المحميه بيضروها، بيعتمد على مواردها الطبيعيه وبالتالي بتبقى موجوده لفتره وتنتهي. لا، المحميه الطبيعيه مواردها دي لازم احافظ عليها، لازم اكون عارفه ازاي اتعامل معاها بحيث اني لا اضرها. والنقطة الأخيرة في الكونكلوجن، إن إمكانية التحسين في مصر ممكن جدا جدا، وهقدر أرفع البعد الاقتصادي أو من أهم الدخل اللي هيتحقق لمصر، السياحة من أهم مصادر الدخل الاقتصادي للدولة المصرية، فليه ما يكونش السياحة المعتمدة على المحميات الطبيعية من العناصر المهمة جدا على تحقيق الأبعاد الاقتصادية. عالميا ده بيحصل، بره ده بيحصل، في السائح هو فقط رايح لهذه الاماكن. ليه عندي في مصر ما بركزش غير على الاماكن الترفيهيه للسياحه؟ لا، انا عندي في مصر 30 محميه طبيعيه، 30 محميه طبيعيه، يعني عندي اكتر من تنوع جغرافي جوه مصر. انا عندي كتير في مصر زي ايه؟ زي، وخليني انا بصراحه كنت حابه ان انا في الاخر ادي لحضراتكم السؤال ده، ايه المحميات انت تعرفها الموجوده في مصر؟ ده نوع مهم جدا من التوعيه. لما احنا مهندسين عندنا معلومات قليله عن المحميات، طب والباقي اللي درجاته التعليمية أقل، الباقي الأطفال، الشباب، كبار السن، هو لازم يكون عارف
ايه هي المحميات اللي موجوده عنده ويروح يتحرك ويزورها، يروح يتفرج عليها. مش ممنوعه، بالعكس انت بتقدر تعرف مجموعه من الارشادات والاشتراطات بيتم توجيهها للزائرين، وبالتالي انت بتقدر تشوف رؤيه جديده لمكان انت ممكن ما تكونش عارف انه محميه طبيعيه، لكن شايف ان هو له طبيعه بيئيه مختلفه. فانا حابه جدا ان في اخر اللقاء او بعد ما انهي محاضرتي ان حضراتكم توضحوا لي انت عارف كم محميه، هما 30، حضرتك تعرف كم محميه في مصر وزرت كم محميه في مصر. ويمكن تكون السيشن بتاعت النهارده تغير تفكير البعض انه احنا ليه ما بنروحش، احنا ليه ما بنفكرش نكون من الافراد المهتمه بالاستدامه وبتحقق الاستدامه ويبقى ليها تعليق على اللي بتشوفه داخل المحميه، ايه انواع المباني اللي موجوده، ايه الانشطه اللي موجوده، ايه الماتيريال اللي انا بشتغل عليها داخل هذه المحميات، لانها ليها اشتراطات، اشتراطات البنى، اشتراطات لشكل الاسوار، اشتراطات لحركتي انا داخل هذه المحميه الطبيعيه. في النهايه بوضح لحضراتكم اهميه فهمي اندرستاندينج لنوع المحميه، اهميه معرفتي لخصائص مجتمع المحميه عشان اكون ايه بقولكم قادر على اتشيفنج للسستينبل توريزم، قادر على تحقيق السياحه المستدامه. اتمنى تكون السيشن لطيفه، المحاضره ممتعه، وضحت لحضراتكم افكار مختلفه او فكره مختلفه ممكن انكم تشتغلوا عليها الفتره اللي بعد كده، ودي كانت من اهم النقاط اللي اتفقنا فيها او اجمعنا عليها جميعا في الملتقى الاول، ان احنا نكون بنفتح افكار لابحاث قمنا بيها بغرض ان احنا نوصل مع حضراتكم لامكانيه التطوير، امكانيه ان احنا نشتغل بطريقه مختلفه، امكانيه ان احنا نكون بنفكر او لينا ابعاد بحثيه جديده. احنا لازم نتكلم في كل حاجه لها علاقه بالطبيعه، لها علاقه بالاستدامه، لها علاقه بالتنميه، ده توجه عالمي وتوجه حكومي ان احنا نهتم جدا بالبيئه الطبيعيه، مبانينا، العناصر التشغيل اللي موجوده، بحيث نكون محققين تاثير ايجابي في المكان المتواجدين فيه. اتمنى تكون المحاضره ممتعة ولطيفة ومميزة ومفيدة لحضراتكم جميعا، وأشكركم جزيلا على حسن المتابعة. شكرا جزيلا. جزاكم الله كل خير يا دكتورة، ألف شكر حضرتك. دلوقتي لو حد عنده أي أسئلة للدكتورة أو إجابة على سؤال الدكتورة بخصوص المحمية الطبيعية، لو حد حابب يفتح برضو الكاميرا بحيث إن احنا ناخد صورة جماعية. هو في شات، معرفش إذا كانت دي أسئلة أو لأ. الشات بس مفيش حد حاطط سؤال. ده مهندس اشرف استاذنا. طيب في حد عنده اي اسئله؟ هو محدش جاوبني يا باشمهندس عمر دلوقتي على عدد المحميات اللي هم يعرفوها، ف يعني قولوا لي انتوا عارفين كم محميه وجبتوا كم محميه، ده موضوع مهم جدا يعني. محمد اشرف عارف كتير، مش محمد. لا انا عارف محميه الزرانيق. محميه ايه يا فندم؟ في محميه اسمها الزرانيق. حضرتك زرتها؟ انا رحتها مره، وانا اساسا يعني مولود في العريش في سينا، فانا هي على طريق العريش وانا مسافر يعني، فانا كنت رحتها مره بس يعني زمان بصراحه. انا اتمنى ان بعد المحاضره دي حضراتكم تحبوا ان انتوا تزوروا باقي المحميات وتعرفوا انواع المحميات اللي موجوده في مصر، لان فعلا هتستمتعوا. انا بالنسبه لي في الدكتوراه كنت مستمتعه جدا جدا، لاني رحت اماكن كتيره في مصر جديده بالنسبه لي انا ما شفتهاش قبل كده، فاتمنى ان شاء الله يكون الموضوع ممتع لحضراتكم. جميل جدا يا دكتور، شكرا لحضرتك. انا عارفه برضو شويه محميات كده درستهم يعني، بس ما زرتش ولا واحده للاسف. خلاص بعد ما حضرتك هتزوري، خلاص احنا اتفقنا على كده ان شاء الله. طب حضرتك قول لنا اسمائهم كده عشان نغش. طيب انا كان في محميه اشتم الجميل تقريبا، وادي الجميل اللي موجوده في القاهره. يعني انا مثلا عندي لو بنتكلم عن القاهره، انا عندي وادي دجله في المعادي، قريبه مننا كلنا يعني، نستاهل ان احنا نروحها، وما هياش صعبه. النوع بتاعها جديد شويه، فكره الناس هناك بتروح تتمشى، تركب الدراجات، تتفرج على المنطقه دي. عندي سانت كاترين، عندي راس محمد. راس محمد من الاماكن الهايله جدا في مصر، يعني هي سياحه هايله جدا لو بنتكلم عن خارج القاهره. عندي سيوه، محميه سيوه، عندي محميه في اسيوط، في عندي بسم الله الرحمن الرحيم كانت في دماغي دلوقتي، عندي الرمال البيضاء،
عندي محمية الرمال البيضاء كمان من المحميات المهمة جدا في مصر. عندي الغابة المتحجرة في التجمع الخامس، دي اتفتحت قريب للناس انها تقدر انها تزورها. ولو قبل ما حضراتكم تسألوني في النقطة دي، عشان دايما ما بقول الغابة المتحجرة كده بتسألني ازاي حواليها ناس كتير، هو فعليا هو تم الحفاظ عليها وابتدى ان التشار السكاني حوالين المحميات. هو طبعا في اشتراطات ان انا ما اقدرش ابني قريب من المحمية الطبيعية، لا بالعكس انا المفروض في امكانية البعد حماية للكائنات الحية اللي موجودة، لكن دي الغابة الوحيدة اللي تعتبر فيها انتشار سكاني ومباني وعمارات كتيرة جدا حواليها يعني. فكل نوع من انواع المحميه مصر عندنا غناء غني يعني اسمها ايه، احنا اغنياء بالطبيعه اللي عندنا في مصر، بالجغرافيا اللي عندنا في مصر. فبالتالي تمام يا دكتور، هو تقريبا النت فصل يعني. شكرا لكم جميعا، شكرا لجميع الحضور، وشكرا لاساتذتنا الافاضل اللي شرفونا بإلقاء المحاضره. ألف شكر لكم وجزاكم الله كل خير، وربنا يكرم إن شاء الله ونقدر نكرر الملتقى ده كل فترة بحيث إن احنا نستفاد ونتبادل المعرفة بإذن الله. ألف شكر. شكرا لك. شكرا يا باشمهندس عمر. شكرا دكتور عمر.